هذه العودة تاع المنافسات موبيليس دعمتها وتدعمها بكل إمكانيات لا سيما كرة القدم. شهدت هذه السنة تجديد موبيليس لعقودها مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وكذلك مع الرابطة المحترفة الأولى موبيليس. تزامن كذلك هذا مع العديد من الأحداث الضخمة التي نظمتها الجزائر في المجال الرياضي والدبلوماسي على غرار ألعاب البحر الأبيض المتوسط، على غرار القمة العربية الأخيرة بالجزائر. كذلك يتزامن كل هذا الدعم مع تحقيق موبيليس لأفضل نتائجها على مستوى رقم الأعمال وكذلك على مستوى نوعية الخدمات المقدمة حاليا للزبون.